في النشاط البرلماني وقبل مواصلة جلسة النقاش حول مخطط عمل الحكومة، وقف أعضاء مجلس الأمة دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد رئيس الدولة السابق ورئيس مجلس الأمة سابقا المجاهد عبد القادر بن صالح، ليصادق بعدها أعضاء مجلس الأمة على مخطط عمل الحكومة بالإجماع بعد سلسلة النقاشات، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح بوجيل وبحضور الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. وفي هذه الأثناء يلقي رئيس المجلس كلمة عقب جلسة المصادقة. حبيت نتكلم على حاجات كثيرة في الحقيقة، الدبلوماسية البرلمانية، المواقف تاع الجزائر، مكانة الجزائر، استقلالية القرار السياسي للجزائر، وراح نزيد أيضا استقلالية الاقتصاد الجزائري، لأن السياسة في بعض أحيان لما جينا من الخارج تدخل على طريق الاقتصاد. نتطرق أيضا بلك، وتكلمت مع السيد الوزير الأول حول الاقتصاد الموازي، لازم نحصي هذا الاقتصاد الموازي ونشوف كيفاش نتغلب على هذه الوضعية.